Thank you.
السلام جايز، كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. اند ويلكم باك تو ماي شانل. اول حاجه بديت بها هاد العام ودرتها واللي كنت قلت لكم ما غاديش نديرها وكتبناها في الجولز ديال الفيديو اللي داز، هي شعري ما نقطعوش. شعري ما غاديش نقطعو هاد الشهر، ما غاديش نخرب فيه. بديت العام وقطعت شعري. المهم هو رجع كما شفتوا، رجع هنا وانا كان عندي هنا في الفيديو اللي داز، راكو غادي تشوفوه. علاش؟ حيت انا في الدوده تو سامبلومون. نط اول نهار ديال 2024 قلت باقي ما نساليو الشهر، غير بالبدجاج نقطع غير شويه لي بوينت زعما عاد باش يكبر لي داكشي زعما صحي. هذيك نخلي لكم الا فوتو الا لقيتها هنايا، هكا رجعتو صافي. هبطت نجري للصالون قلت ما نحبس ما نزيدش نقطع. قلت لها ما تقيسيليش في الطول، ديريه لي غير هكا داير، يعني قدي لي غير القدام. قطعته كامل، حيت اخر مره قطعته في البدجه ديال سبتمبر صافي، من تما وانا كنطول فيه وطوال. قلت لها ما تقطعليش في الطول، قطعي لي غير باش يجي داير، عرفتو؟ اصلا غير خربقاته بزاف، درت فيه 5 دقائق رجعته اللور ودرت له بحال هكا وقطعته لي في الطول ديالو كامل. قالت لي راه ما قصتلكش في الطول، عرفتو؟ من رجعته بحال هكا ولقيته هنايا جاتني الصدمه. المهم ماشي مشكل، شريت ارغان، زيت ارغان باش نبقى ندير له الزيت، كنخلطها مع شويه دو كوكو وكنخلطهم كنديرهم قبل الدوش وصافي. ومره مره كندير مساج لشعري هكا باش زعما يطوال. ولا بلاك جمعتهم ما غاديش نبقى نديرهم، نبقى ندير غير لابغوس. الا كانت كاينه شي وحده كتفرج فيا كوافوره ولا خدامه في شي صالون، عافاكم الا ما كنتوش تعرفوا لشي حاجه قولوه. انا ما نعرفش نقطع، ما غاديش نعرف نخرج لك لاكوب كيما راكي باغيه، سمحي لي صافي. حسن ما تخسروا كليان، بحال انا هاد الصالون عمرني جامي غادي نرجع نمشي، لا ندير شي بروشينغ ولا نقطعو ولا ندير اي حاجه. تديو الدعاوي ديال عباد الله. المهم ما علينا، الناس اللي بداو 2024 وحطوا دوك لي زوبجيكتيف حداهم مازال ما داروا فيهم حتى حاجه، عادي عادي جدا. يلا كنديروا حاجه شويه بشويه، ما غاديش زعما نتبدلوا ما بين نهار ديال 2023 والغد اللي ديال 2024 غادي نتبدلوا. اوف كورس لا، ما كنحاولوا نبدلوا شويه الروتين ديالنا شويه بشويه، كندخلوا روتين جديد وهي غاديه. السيمانه الاولى ديال 2024 ويلا فقت جوج مرات بكري، وماشي بكري فقت 8، حيت انا هادي شحال كنت كنقد نفيق بكري، ولكن دابا حيت ما عنديش واحد لونغاجمون غد ليه علاش غادي نفيق بكري. واخا كنبقى نقول غدا غادي نفيق الفجر، خصني اومون نفيق بكري باش نقرا هادي، خصني نفيق بكري نخرج نتقضى باش يبقى لي العشيه، ما قديتش نديرها. يلا جوج مرات قلت لكم ملي فقت بكري فقت غير 8، حد 8 ما كنحاول يعني لي. وسورتو النعاس ديالي ما راهش مقاد، بحال كنعس في الليل حتى لديك 3:30 4، واخا كنكون حاطه التليفون كنبقى نتقلب في بلاصتي. وغد لي ما غاديش نقد نفيق بكري، حيت اصلا النعاسه حتى 4 كنفيق حتى لديك 10:30 11 11 11:30 هكاك. يرجع نفس الحاجه عاوتاني، في الليل ما كنقدش الناس. كنحاولوا كاملين بينا كنحاولوا نديروا واحد الحوايج، كنبدلوا واحد الروتين في حياتنا. انا بالنسبه ليا الهدف اللي خاصني نديرو هاد الشهر واللي خصني يعني ما ندخل للشهر الجاي الا ونكون نديرو هو نفيق بكري، حيت هاد الحاجه كنحسها مديرونجاني في هاد الوقت. والمهم دابا غادي نوض، غادي نقرا واحد شويه وغادي نتغدى، وباغيه نمشي للصالون نقاد هاد الضفار. راهم فواحد الحاله يرثى لها، غادي نمشي للصالون نشوف شنو غادي ندير. وكنفكر اصلا ندير مانيكور ودير لي فو زونغل بيرمانون ولا شي حاجه اللي في الساعه تحيد، يعني نفرح بهم هاد السيمانه وصافي. هادشي اللي كاين، من تما عاد ندوز للقهوه نقرا، وحيت عندي في الليل لي كورت سوتيان ولي كورت. وشوفوا الصالون جاي اون فاصل الكافي فين نقرا، والكافي جاي قريب للكورت سوتيان، يعني غادي نمشي لديك الجهه نبقى جالسه غير تما هاد النهار. دابا غادي نوضو نقراو. I'm
مي كنت جالسه كنت دايره حدايا الشوفاج من جيت الكوزينه جاني البرد ونتكبط. المهم غادي نديرو غديوه، غادي ندير اسهل الغبا كيطب في الساع. غادي ندير الروزي تسلق و مع لا داند، مع لا داند ولا صوص بلونش. اما سي بولي هو مزور وما عنديش المايس، سو غادي نخلط داك الرز مع الطون، ولكن انا كيعجبني مع المايس كيجي حسن مع الامانسي. صافي غادي نتغدى ونلبس ديريكتومون نمشي. فيست وليجينز والبوت صافي وهزيت ساكي. باقي غير الكارطاب ندير فيه بيسي ودفتر. على الله نلقى غير الصالون خاوي. ديك لي بوك كنت ناويه ندوز للمول ناخذ شي حوايج، ما شفتها من الجهده مشيت غير هنا نتعشى في ميني هاوس، جاي غير مشيت نصور فين كنخبط. صافي هادشي اللي كاين وكيجاوكم بالفار. Thank you.
جايز انا في الدار طفالي التليفون طفالي التليفون مي كنت داخله نصور لكم شنو غادي نتقضى شفتوا ديك الحبه اللي ناضت تبارك الله عليها ما شاء الله انا كل فيديو خاصها تنوض شي حبه المهم شعر حتى لي شاف زق زعما دوشت الصباح ودرنا له قادينا المهم ماشي مشكل انا وريكم شنو خديت اول حاجه خديتها هو هاد الطبسي اللي من شحال هادي وانا باغيه ناخذو يجي كيوت في الفطور نديرو فيه شويه ديسير شويه مهم كنت باغيه ناخذو و نبقى نديرو في الفلوغات يجي زوين كي جاوكم الطفار في حوايج الماكله خديت لي بات دان تشومي المايس اللي قلت لكم قبيل عليه هادي اللي مانيش عارفه سميتها الملاسه على سلامتي زغرتو شوفوا قداش هاد الصغيور ما عرفتش علاش داير 40 درهم انا مازال ما فهمت هذا علاش داير 40 درهم وشريته زعما هذا اللي تبقى نكتب فيه داكشي ديال كل شهر اصغور اصلا حنا عندنا 12 شهر نكتبوا فيهم لي زوبجيكتيف ها هي حلوها بحال هكا شوفوا شحال صغيوره وكيوت سويلي غادي نمشي نكتب فيها لي زوبجيكتيف ديال هاد الشهر بعدا باش نولي نتفكر خديت بروساطو بها بهذاك ديال اللسان ما كنقدلوش المهم نجرب نديروه غادي نبدل حوايجي غادي نغسل وجهي نديرو شي ماسك ما عنديش دانون باقي لي واحد الماسك ديال مينيسو اصلا ما يستاهلش هاد الوجه حيت فيه حبه نايضه ما نديرو له حتى حاجه غادي نمشيو نغسلو المعينات صافي وغادي ناكلو دانون ونعسو ماشي غادي نعس غادي نبدا المونتاج ديال هاد لا فيديو حتى يديني النعاس دخلوا عندي الانستغرام تابوناو حيت بديت كنحط فيه رجعت اكتيف فيه وما تنساوش ديروا لي لايك لهاد لا فيديو بيان سور الا عجبتكم الا ما عجبتكمش سكيبيو وتابوناو الا باقي ناس ابونيتو جيت نفكركم وصافي يلا هاني نايض عند جايز غسلت الماء ديال الفطور والغدا اللي كانوا عندي باش غدا تصبح دواء نقيه باقي على غير لاكافيز شويه ديال الحوايج هنا مشتين بصراحه ما قديتش نجمعهم معكزان عليهم صافي غادي ندخل لبلاصتي وعلى هاد الحبيبات اللي ناضولي ما بغيت ندير حتى شي حاجه في الليل درت غير لاكريم ايدغاتون صراحه هي وما كنت باغيه نديرها حيت انا مي كنشوف الحبيبات ناضولي سورتو هادو كياكلوا يعني حساسيه ديال شي حاجه ما كنبغي نزيد ندير حتى برودوي في وجهي مي مع البرد كنحسو وجهنا نشف درت لا كريم ايدغاتونت وصافي هادشي اللي درت جايز نشارك معكم اكثر دانون كنستهلكو هو دانينو كيرجعني بحال الطفوله ولا ما عرفتش المهم انا ملي كنت صغيره هو كيعجبني هذا كان يعجبني داك بتي سويس كنت ندير له كي في جوغ ماهق مشى مشى وكانوا مين كانوا خوتي صغار وانا زعما كنت نوكلهم كانوا عاد بيبي وكانت ماما تعطيني داك دانون كلها راه كلاه يا ربي تسمح لي وشوختو ما عرفتش واحد الميلونج كيعجبني بزاف هو كندير بنانا كنقسمها وكندير معاها وهادي ويمكن اصلا ملي كنت صغيره ما كانت تربز لي تربز البنانا في بيتي سويس وكانت تجي بنينه ولحد الان هذاك هو احسن مذاق عندي جبت قراتي ديال الماء بيان سور و غادي نبدا نقاد المونتاج ودرت حلقه ديال بيمو غادي نتفرج لها حيت بيمو كيضحكني ودار هو اللي دار الفيديو هاد النهار وغادي نتفرج له ما كرهتش زعما نحطكم حدايا ونبقى نمونطي ونتفرجوا ونضحكوا كدا منا وزعما تشوفوني وانا كنمونطي ولكن الحاله الاجتماعيه كنصور غير بالتليفون وكنمونطي غير بالتليفون سو غادي نوداكم وغادي نقول لكم الى اللقاء خلاها الخراز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ياك يودانا بحال هكا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. يلا مع نطول بزاف شحال كنهضر ما يمكنش. المهم جايز باي باي.